انا مصطفى البسيوني صحفي اشتراكي ثوري. النهارده انا خجلان بصراحه اقول ان انا ضد المحاكمات العسكريه لعمال الترسانه البحريه، لان انا ضد كل اشكال المحاكمات. العمال من حقهم ان هم ينظموا اضراباتهم للدفاع عن مطالبهم، ينظموا نفسهم في نقابات وتنظيمات سياسيه للدفاع عن حقوقهم المشروعه، ومن حقهم ان هم يكون لهم دور في صياغه سياسه البلد وكمان ادارتها. احنا مش بس بنرفض محاكمه العمال قدام محاكمه عسكريه، احنا بنرفض اي محاكمه للعمال واي ملاحقه للعمال على ضوء نشاطهم النقابي والسياسي. بنرفض اي اضطهاد للطبقه العامله اللي كان ليها دور رئيسي في انتصار الثوره المصريه في يناير 2011، وكان ليها طول الوقت دورها الوطني ودورها السياسي اللي انقذ البلاد من كتير من الاخطار. لا لمحاكمة العمال عسكريا، لا لأي محاكمة للعمال.